إذن مشاهدينا، كما يتضح من هذه الصور كما يبدو الآن أمام حضراتكم، هذه المشاهد المتكررة من الضاحية الجنوبية في لبنان. يعني ربما تعد هذه الصورة هي الأكثر هدوءا نسبيا في كل المشاهد التي عرضناها الآن، إلا أنها لا زالت لا تخلو من بعض مشاهد الدمار وبعض مشاهد القصف الذي ترك آثارا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد العمليات الأخيرة. وجدير بالذكر أيضا على هذا الأمر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد تحدث وقال أنه يشرع ويرحب بعملية وقف إطلاق نار ويشرع لهذا الأمر، إلا أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات فاعلة على الأرض، مما يعني أن هذه الصورة التي أمامنا الآن تؤكد أن جيش الاحتلال لم يشرع حتى هذه اللحظة في وقف إطلاق النار أو التراجع خلف مناطق الاشتباك في لبنان. هذه الصور من الضاحية الجنوبية التي نعرضها على حضراتكم في هذه اللحظة تبين على الأقل آثار الدمار التي لحقت في الأيام الماضية. ومستمرون مع حضراتكم في نقل فعاليات ومتابعة ما يحدث في الجنوب اللبناني.